وعد ابوك ما تتاخر عليا. ماشي يلا اتكل على الله. يا صباح الفل عليكم، جاهزين لشغل النهارده؟ طالعين في عز البرد بس كله علشان خاطر الحمام. نبدا شغل النهارده كده بالصلاه على النبي كده في بدايه اليوم علشان نلحق نخلص كل الشغل المطلوب مننا النهارده. واخبط اللايك بتاعك الجميل واشتراك في القناه لو مش عامل اشتراك، ويلا بينا. وده شكل المعلمين بتوعنا. اهم حاجه دي، اهم حاجه دي لسه، بس شويه الحاجات اللي على الجنب دولت، والارضيه الحمد لله بقت ارحم من امبارح بكتير قوي قوي. يعني عندك بقى الحاجات ديت. طب تعالى نلحق الكهرباء قبل ما تقطع. ودلوقتي بقى ده شكل السقاية الجديدة وده شكل السقاية بتاعتنا. بص كده الاتنين لما يتحطوا جنب بعض، ادي السقاية الجديدة وده السقاية بتاعتنا اللي احنا غسلناها. مفيش فرق، بل بالعكس بتاعتنا شكلها انضف عشان لسه مغسولة طبعا. يعني يلا بينا نركب بقية السقايات. كل الباقيين بقى اللي معانا دولت، وسواء حتى اللي رميناهم، كل ده انا مش هرميه. يعني اللي مرمي على الارض ده كله انا هلمه علشان هشغله قطع غيار. زي ان عندك القطعه ديت ممكن هي اللي تتكسر ويبقى بقيه السقايه عندك سليمه، او العكس ان دي تتكسر والتانيه ديت هي اللي سليمه، او ان مثلا يضيع منك صوصه سقايه او الحاجات دي كلها. فعلشان كده اي حاجه بتطلع معاك هدل من الحاجات ديت لازم تحتفظ بقى على جنب علشان تشتغل معاك قطع غيار، وفعلا انا احتاجتها. بس انا كده اطمنت عليهم، كده اطمنت على دولت. خلاص عقبال الغسله والمشمع بقى. هو الصراحه انا ما لحقتش اجيب المشمع يا جدعان عشان نكون صراحه مع بعض، هو الجو امبارح كان مطر وسقع وكده. فانا على ما خلصت اللي ورايا وجيت بقى عشان اجيب المشمع كان الوقت اتاخر شويه. الوقت اتاخر ده بمعنى الساعه 8 9، بس دلوقتي في الجو الساقع دوت 8 9 ديت يعتبر نص الليل، الناس بتقفل بدري. فاحنا كده يعتبر اطمنا على دول في مرحله الماء، لسه المراحل اللي بعد كده. تعالى بقى نطلع البرج فوق نطمن على الحاجه بالبوازيز الجديد كده ونشوفه لسه موجود ولا لا. انا والله العظيم لسه ما طلعتش من امبارح، ولكن انا بنسبه 99% انا بقول انه هيكون موجود. انت كمان اتوقع معايا، بس انا بقول انه هيكون موجود. ليه؟ علشان طيرناه امبارح ورجع لنا تاني، والفرد اللي رجع لنا تاني انا عارف انه بيحب المكان وخلاص هيفضل قاعد عندنا. فاحنا النهارده هنحاول ان احنا نمسكه كده ونقلب فيه من قريب كده واحنا ماسكينه ونشوفه ونتفرج عليه. وفرد على السور الصراحه وداخل دماغي، بس مش عايز وهطيره معاك دلوقتي. هنطلع نتفرج عليه الاول، ويا رب ما يحرجنيش ويلاقيه موجود فعلا، لان انا قلت بنسبه 99% هيكون موجود فوق. يلا بينا، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا شوفوا يا جدعان، هو كان في البرج بس انا اول ما طلعت وحس بالصوت قام طلع على طول، لانه هو دماغه حلو وعلشان دماغه احلى فهو نزل تاني بقى. وحياة امك لا تتمسك، هتتمسك هتتمسك. تعال بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك لاصحابك يا ابني والله.
ما شاء الله. البوازه المطرشم اللي مفيش منه، بسم الله ما شاء الله. بص يا عم هناك بقى، بص هناك بقى، وري الناس بقى الحلاوه والجمال بقى. بسم الله ما شاء الله. بص الفرد، بص الفرد وجمال الفرد. بص اللون، اللون بتاعه ده جميل قوي، مع الخطين كده تحس ان هو فرد رقيق في نفسه كده. بص اتفرج يا صاحبي، اتفرج يا صاحبي. الله اكبر عليك يا ابني وعلى جمالك وعلى حلاوتك ديت، وربنا يبارك فيك لصاحبك، علشان زي ما قلت لك اللي احنا هنطلع نطيره تاني. خلي بالك مسكتنا للفرد ده برضه حاجه تخوفه من المكان، لان هو جه هنا المكان غريب وحس بطمأنينه، وعلشان كده قاعد حاسس ان مفيش حد بيضايقه. ولكن لما تطلع انت كل شويه تقعد تمسك في الحمام فانت كده بتضايق. فعلشان كده المسكه بتاعتنا ديت ممكن تكون سبب من ضمن الاسباب اللي تخلى ابو البوازيز لما يطير تاني يراجع نفسه ويشاور نفسه قبل ما يفكر يرجع لنا تاني. ولكن ده بعينه ابو البوازيز، انا هطيرك وهترجع بس بالحلال، يعني وقتها كده تكون حلال. تمام، اتفرج على البرج كويس، انا راجل طيب، راجل امير، وكنت شغال تحت وهشتغل هنا وهنضف هنا قريب. فيعني اللي انت شايفه، اللي انت شايفه، انت واكل امبارح اكتر من نص كيلو كلفه او ربع كيلو، والكيلو النهارده انا مش عايز اقول لك سعره بقى كام، علشان اللي بينا مش فلوس. تمام يا جدعان، الوقت ابو البوازيز ده لو هيتمر فيه، بص كده هم خلاص الناس عرفوا شكلك خلاص. لو هيتمر فيه يا جدعان هو هيرجع تاني، لو مش هيتمر فيه فهو هيرجع لصاحبه، وابقى خلي صاحبك ينفعك بس يا عم. يلا سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام يا صاحبي، سلام ابو البوازيز يا صاحبي. هات ابوك ما تتاخر عليا، ماشي؟ يلا اتكل على الله. سرع سرع ابو البوازيز. ايوه ايوه، هو البرج ده، هو هو هو. هلا ولا يا ابني، ولا ابو ال تو يا ابو ال حمامه حمامه البوازيزو، ابو البوازيزو، ابو البوازيزو شكله كده خلاص خلاص، صح؟ طب يا جدعان، ولحد هنا بقى كانت نهايه الحلقه بتاعتنا، و ابو البوازيزو وحشني، وهنتقابل بقى الحلقات الجايه بقى، نشوف هو هيتمر فيه ولا لا بقى، ويمكن يروح يقعد في مكان هادي كده يشاور نفسه يعني، وهيرجع ان شاء الله. هيرجع هيرجع هيرجع، ده انا جايب شكاره الكلفه ب 500 جنيه. هيرجع يا جدعان، هيرجع، تقلقوش، مش عايز حد يقلق منكم يا جدعان. يلا السلام عليكم، السلام عليكم. سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام يا صاحبي، سلام ابو البوازيز يا صاحبي. البوازيزو شكله كده خلاص خلاص، صح؟